السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: هل تستطيع حكومة بغداد وميليشياتها إسكات أصوات العراقيين الأحرار؟ مشاهدينا، سيكون هذا عنواننا لهذه الحلقة، وسنتحدث عن محاولات بائسة من قبل ذيول إيران في اختراق مواقع قناة الرافدين الفضائية ومحاولة تشويه صورتها أمام الرأي العام. مشاهدينا، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. الحقيقة لم يكن هناك صراعا شيعيا سنيا ولا كرديا عربيا، إنما الحقيقة هو صراع ما بين الشعب العراقي بكامل أطيافه وما بين هذا النظام السياسي المتسلط على رقابهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. منذ أن انطلقت قناة الرافدين الفضائية ولغاية هذا اليوم، كانت ولا تزال تسير على طريق واحد ونهج واحد، وحملت شعارا واحدا، وهو تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي ثم الاحتلال الإيراني الذي جاء بعده، ورفض هذه العملية السياسية القائمة على نظام المحاصصة الطائفية والتحزب والميليشيات، والمطالبة بوطن حر مستقل ينعم فيه أبناؤه بالأمن والرفاه الاقتصادي والحرية في التعبير عن الرأي. فهل تغير خطاب القناة؟ ما حدث سابقا ولا يزال يحدث هي حملة مستمرة لاختراق مواقع القناة الإلكترونية وتشويه صورتها واتهامها بشتى أنواع الاتهامات التي لا تستند إلى حقيقة أو واقع، والمراد منها هو حرف العراقيين المتابعين للقناة عن حقيقة ما تبثه قناة الرافدين وموقفها الذي يتماشى مع موقف العراقيين الأحرار في الداخل والخارج. لقد تعرض الموقع الإلكتروني لقناة الرافدين الفضائية وحساباها على تويتر وإنستغرام للاختراق مرة أخرى خلال الشهر الماضي، وبث من قاموا بتهكير هذا الموقع أخبارا وصورا مزيفة فضحت هويتهم الحقيقية، وهم ذيول إيران وأدواتها، حيث نشروا صورا لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ممجدين بهما، وهما المتهمان بقتل العراقيين وارتكاب أفظع الجرائم بحقهم. وهنا نسأل: لماذا تستمر هذه الجهات بمحاولاتها لإسكات العراقيين الذين يعبرون عن رأيهم؟ ولماذا تهاجم قناة فضائية كل همها هو المواطن المسحوق وعرض معاناته ومشاكله ومحاولة إيصال أصوات العراقيين للعالم لعله يسمع ويرى ماذا يحدث في الداخل، في وقت توجد عشرات القنوات الحكومية والتابعة للأحزاب وهي تضلل وتبث الأكاذيب وتغيب الشعب عن حقيقة ما يحدث حوله؟ مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عن تساؤلاتنا: لماذا يستمر من في السلطة من أحزاب من ميليشيات من أذرع وأدوات إيران في الداخل بإسكات أصوات العراقيين ومحاولة تكميم الأفواه، رغم أن الدستور الذي وضعه الاحتلال والذي صادقت عليه جميع أحزاب السلطة وتتغنى به يوميا ينص على حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية الإعلام؟ لماذا الآن نرى هذه المحاولات لإسكات هذه الأصوات التي تنتقد حقيقة موجودة اليوم في الشارع العراقي؟ طبعا مشاهدينا الكرام، بيان من قناة الرافدين الفضائية
نقرأ هذا البيان لحضراتكم. قالت قناة الرافدين الفضائية إنها ومنذ تأسيسها اختطت لنفسها نهجاً قويماً في أدائها المهني الذي يتضح من خلال رسائلها الإعلامية الجلية في نقل الحقيقة للرأي العام العراقي والعربي بدون تزييف أو غش أو تجني. وهذا النهج القويم أوجد لقناة الرافدين مناوئين كثيرين من لا يريدون للحقيقة أن تصل للرأي العام. وقالت قناة الرافدين الفضائية في بيان لها بشأن استهداف منصاتها الإلكترونية أنه منذ العام الأول لانطلاقتها استهدف مقرها في بغداد عام 2007 مرتين بسيارتين ملغومتين، واستمر هذا الاستهداف حتى وهي تبث من خارج العراق، فأوقف بثها على قمر نايلسات عام 2014 بضغط من حكومة المالكي، ثم تواصل الاستهداف عبر محاولات عديدة لاختراق مواقعها على الانترنت والتشويش على بثها حتى وقت قريب، حيث تم اختراق موقع القناة على الانترنت العام الماضي قبل أن تتم استعادته. ثم جاء الاستهداف الأخير يوم 23 من شهر آذار الجاري أو الماضي باختراق موقع القناة على الانترنت وحسابيها على تويتر وإنستغرام، ونشر تغريدات مسيئة لرسالة القناة الإعلامية ولجهات وطنية معروفة بموقفها المناهض للاحتلال وعملياته السياسية الطائفية. وأضاف البيان أن قناة الرافدين تؤكد تمسكها بنهجها بنقل الحقيقة، وتعلن لمتابعيها ومشاهديها الكرام أن هذه المحاولات البائسة التي تتكرر بين الحين والآخر محكوم عليها بالفشل. اليوم مشاهدينا نرى حتى في الصفحة، صفحة تويتر التي تم قرصنتها من قبل ذيول إيران ومحاولة تشويه صور شخصيات وطنية معروف بوطنيتها وبشرفها وبنزاهتها، محاولة نسب أخبار كاذبة لهذه الشخصيات، نرى بأن اليوم هناك تعليقات تأتي شرقا وغربا ردا على هذه الجهات، ردا عن من قاموا بقرصنة موقع القناة الإلكتروني وصفحتيها على تويتر وعلى إنستغرام، رد من المتابعين من العراقيين الذين يعرفون حقا من هي قناة الرافدين، وهاجموا هؤلاء القراصنة الذين قاموا بتهكير هذه المواقع وعروهم أمام الجميع. طيب مشاهدينا، نستمر بالحديث إذن عن هذا الموضوع ونتساءل لماذا تستمر هذه المحاولات من ذيول إيران، من أذرعها، من الميليشيات، من الأحزاب الموجودة في السلطة لتكميم أفواه العراقيين، محاولة إسكاتهم، محاولة إبعاد الحقيقة الموجودة في الشارع العراقي عن الرأي العام الداخلي والخارجي كذلك. طبعا لدينا أيضا مشاهدينا الكرام المجلس العشائر العربية في جنوب العراق، قال إن استهداف الموقع الرسمي لقناة الرافدين الفضائية من قبل الموالين لإيران هي محاولة بائسة لإسكات الإعلام الوطني العراقي الحر الذي كان له دور كبير في دعم ثورة تشرين. أضاف المجلس في بيان له أنه نتيجة للدور الوطني بالحفاظ على وحدة العراق وفضح جرائم الأحزاب والميليشيات المدعومة من إيران ومشروعها التوسعي بالمنطقة، دفعت إيران عملاءها لاستهداف موقع القناة وعدد من حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي. أعرب مجلس العشائر العربية في جنوب العراق عن إدانته لاستهداف قناة الرافدين التي تعبر عن صوت المواطن العراقي الثائر، داعيا جميع القوى الوطنية المناهضة للاحتلال ولعمليته السياسية بالوقوف صفا واحدا بوجه هذا الانتهاك. نستقبل اتصالات، من معنا؟ السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل حياك الله. السلام عليكم، شلون سالي محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سالي محمد، بالبداية أقدم احترامي وتقديري لقناة الرافدين ولكم شخصيا وكل العاملين على هذه القناة اللي تحملت مسؤولية معاناة العراقيين ونقل همومهم. فألف تحية لهذه القناة. وصراحة كل المتابعين وأنا من ضمن المتابعين لهذه القناة نعلن مساندتنا ووقوفنا مع هذه القناة التي أصبحت صراحة قناة العراقيين اللي تنتقل لسانهم ونقل معاناتهم اليومية للرأي العام. ورأينا وقلنا القناة للرافدين نقول لهم لا تلكم هذه الأصوات النشاط،
ما دامت هذه القناة تسير على الطريق الصحيح ونجعل ولنجعل من قوله تعالى وأكثرهم للحق كارهون، بأنه رب العالمين وضح أي شخص ما يحب سماع كلمة الحق وإعلاء كلمة الحق فذولا كارهين لهم. وقناة الرافدين صراحة نقلت هموم العراقيين، واللي تنقل يعني صراحة يعني ما تجاوزت الحدود، احنا جايين نتابعها. لماذا إذن يحاولون إسكات قناة الرافدين، يحاولون استمرارهم باختراق مواقعها، محاولة نشر أخبار كاذبة، تشويه صورة القناة، لماذا؟ أستاذ محمد، لأنه استطاعت قناة الرافدين من فضح وتعرية هذه الأحزاب واللي صراحة خدعت جمهورها مسميات وأباطيل وأضاليل، بأنه انت تعرف يعني شرط الاحزاب الدينيه وما اكلف حوله من ضلال. فصراحه اليوم يعني بالاخص يعني الجمهور الشيعي، وانا منهم استاذ محمد، ولو انا اكره هاي المسميات نتشرف بجميع العراقيين، نعم بدون مسميات تفضل. نعم لا ليش اكدت على هذا الشيء؟ اليوم الشيعه وانا منهم، نعم. يعني كشفنا حقيقه هذه الاحزاب، نعم. فأصبحنا اليوم يعني إحنا نتابع هذه القناة صراحة غير نتابع قناة الرافدين، لأنه هذه القناة حيادية أستاذ محمد، أثبتت عراقيتها وأثبتت وطنيتها، واليوم أنت جاي تشوف يعني العراقيين يعني صراحة اشمأزوا من مسميات الطائفية. فالعراقيين عبروا الأسلوب الطائفي والكلام الطائفي، واصبحوا اليوم بفضل هذه القناه كتله وحده وايد وحده. واكرر احترامي وتقديري لهذه القناه وكل العاملين عليها، واقول لكم لا تهتمون، احنا وياكم والله وياكم، والله يحفظ العراق والعراقيين، وتحياتي لكم استاذ محمد. انا اشكرك يا سيد عبد الرزاق من بابل. يعني كل ما نقدمه مستند الى مصادر، لا نتبنى خطابا هجوميا، لا نتبنى لغة غير لائقة بخطابنا، نستند على تقارير، نستند على وثائق، نستند على حقائق في نشر الأخبار. فلماذا تستمر هذه المحاولات لإسكات يعني واجهات إعلامية، قنوات فضائية تنقل الحقيقة اليوم في العراق؟ ليس الحادث الأول، وليست قناة الرافدين فقط هي من تعرضت لانتهاكات، قنوات كثيرة موجودة في داخل العراق أيضا تم الاعتداء على مكاتبها، تم الاعتداء على كوادرها، تم تحطيم وتكسير وسرقة معدات، وتابعتم في المقطع طبعا قبل قليل، قنوات فضائية لها سمعتها ولها اسمها في الوسط الإعلامي اعتدي عليها داخل العراق، محاولات مستمرة وسط عجز حكومي واضح عن حماية الصحفيين وعن حماية المؤسسات الإعلامية من الانتهاكات ومن الاعتداءات. لماذا يتم تشويه صور مؤسسات فضائية دورها فقط نقل ما يحدث والصورة الموجودة اليوم في الشارع العراقي؟ لماذا تهاجم بهذه الطريقة؟ محاولة تشويهها كيل كثير من الاتهامات التي لا تستند إلى أي حقيقة أو واقع. من معنا؟ السيد محمد من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واللي عاد تعرفون استاذي اجاب لنا 11 منه، اجاب 11 نور المالكي، نعم، ومحمود نجات واوباما. افتنوها طياره اللي رماها الطيارات، اجت واحده حط بالموس، بعدين اخذت رمت الحسحه مطاره بسوي، قامت تبقى كله من هذا الشرف مع الجهاز الامن الخاص، هذا المظللات، نعم. عندنا الميزانية اليوم أول تفصيل صوتوا للوزراء، نعم، تشملهم يشمل مع مشمولين بكافة هذه الميزانية، ما تشملهم لا ضرائب ولا شيء على شغلتهم، شروط صوتوا عليها لحق عنها بتسلب الشون. فإحنا ما صينهم يا ربنا أخويا، شارتهم الأولى خربوا أربع دول،
نور المالك حيدر العامري وذيول ايران خربوا دول العراق بسوريا بلبنان باليمن ويحتفون حوديه شوف اصبر وبعدين احترفون عنه احنا مليك ريتب هالمادق هذا وخلطنا ما تقول ذولا تحت اللحبي وما ذولا قدينا قدينا مسرى موشتانبي او بلك مكينا مع اللحم مكينا مع اللحم تسربينا مانا ممتحدة طاقل نبيه يقول زيش والله هذا انا هو السنة لحي والله طيب. ما حد سواها والله بالعالم سيد محمد انا اشكرك من الموصل شكرا جزيلا للمشاركة عندنا ام علي من ديالة تفضل يا ام علي يعني حنا قناتكم ان شاء الله الله يسلمك وقادرها وجميع جميع 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 كوادر قناة الرافدين الله يبارك فيك يعني هم قناة الرافدين جودة قناة حقيقة وتحكي الحق وطالب بحق العراقيين خلق بخلاص ما يردوا خلق ما يردوا يردوا مثل قنواتهم الشدادة يخطفون يقتلون ويذبحون ويقولون شو يسوون ويقلبون الحكي مقلوبي قناة الرافدين كونها الحنا قناة الحقيقة وتنشر قلوب وحريصة على وطنها فما يردوها يا أخويا والذات هاي الأمم المتحدة متفقة وياهم الدول المتفقة وياهم سيدة أم علي ليش الحكومة ما تحمي الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية اللي تنقل اللي دي يصير بالشارع ليش ما تحميهم ليش ما تحط قانون مثل ما هي تحمي الميليشيات بقانون تحط قانون تحمي الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ما تحميهم ليش تريد موت الشعب العراقي ما تريد واحد وطني ما تريد واحد يكبر العراق ما تريد واحد يعني ايش اقول لك يموتون الدكتور ويقتلون الصحفي ويقتلون الكل مع الكليه ويقتلون الدكتور يعني شغلوا علينا شغلوا علينا هم يبنون بايران هم يبنون ايران واصلا هم ما يحكمون هم ما يحكمونه ايران اصلا اللي تحكمنا هم اللي يمشون كلهم اوامر ايران تجيهم قوانين من ايران وقتله هذا عينه هذا طلعه هذا عم احنا قاعدين بنص ميليشيات وحكومتنا هي كلها ميليشيات هذا الدحور ما تدري بيه الحكومه هم هذول حكومتي ايش هم هذول حكومه هم هذول كلهم ميليشيات عنا نريدكم اطلعوا مع السحيات ما عندكم ضمير هاي الشباب الحلوه دتروع هاي كنا الشباب كنا ورود ما تعبنا عليهم مثل ما هم تعبوا على ولدهم احنا ما تعبنا الله لا ينقيهم الله لا يوفقهم ان شاء الله حسب الله ونعم الوكيل عليهم ويحيي قناتكم الشريفه تحكي الحق والحقيقه وحسب الله ونعم الوكيل وان شاء الله قناتكم تنتصر عليهم وان شاء الله الثوره ان شاء الله وان شاء الله تبقى توالف مثل مراوحه وان شاء الله الاسد ان شاء الله يرحون ان شاء الله اكثر من عنده ذاك كان اسد 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 عمي طيب. واحد عامل حدود كلها جوانا جابونا فتحوا الدول كلها علينا شنو ذلنا سوينا لهم ايش عملنا لهم لفقراء احنا عم فقراء العراق هاي الغنية كلها بوقوها بيرجون يقولوا بكيفهم المعامل مريض بوقو البكتور اطلعوا شافونا شرطهم اهل الصباح الابتدائيين جلسوا على ظهور الدبابات انتوا ايشكم تحكمونا نعم حساسة مع الاسد أنا أشكرك يا سيدة أم علي من ديالة شكرا جزيلا للمشاركة عندنا السيد أبو عمر من بغداد تفضل يا أبو عمر حياك الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين البطلة الله يسلمك حياك الله يسلمك أستاذ محمد بالنسبة للتجاوز اللي تقوم به سلطة الأحزاب والحكومة كاظمي أو جميع سلطة هاي الأحزاب اللي معها مع شركائها كلهم اللي هم قاعدين ما يفقدوا للشعب العراقي ما سووا فد مبادرة أو فد مشروع أو رجعوا المعامل أو رجعوا الصناعة كل هاي الأمور اللي البلد اللي هي فاقدها وما موجودة أصلاً للمواطن العراقي فدورهم يعني ما من مبادرة يعني عرضون نفسهم على خطأ الشعب يعني أو باقي يعني القنوات اللي قاعد يعني
اللي قاعد تمجد بيهم واللي هي تويتي يعني بالقتال وقاتلنا وما ادري شنو من هالبرامج بانه على اساس هم اللي خلصوا العراق من داعش وهاي السنوات اللي لكن ما يطلعون ما يقولون اعلاناتهم يحكون عن نفسهم التهجير اللي قاعد يطير والقتل والنازحين اللي قاعد صارفين اللي محافظاتنا ما مرجعين لاهاليتهم لبيوتهم التظاهرات اللي صارت عندنا اللي هم نفسهم سلطه الاحزاب اللي جاي تقتل هذه ما يحكون بيها فشيء اكيد انه يحكون على قناتكم ويخربون تشويها يعني اشياء كاذبه طيب ليش ما يستفادون ليش ما يستفادون من ما يعلن من خلال قناتنا او اي منصه اخرى وطنيه تكشف الحقيقه موجوده اليوم بالشارع ليش ما تسعى السلطه الى تحسين ادائها ليش ما تستغل هذه الاخبار من اجل معالجه المشاكل الموجوده في العراق ليش تسكت عن الميليشيات ان كانت موجوده على الارض او في المواقع الالكترونيه من استهداف كل من يتحدث او كل من يكشف حقيقه ليش ما تطور من أداها هذه السلطة بدل أن تسمح للميليشيات أن تظل ترهب الناس تكمم الأفواه تسكت العراقيين إن كان بالسلاح أو إن كان عن طريق الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أستاذ محمد بالنسبة قلت ليش لأنه هم مستضعفين نفسهم قوة السلاح عندهم وكل شيء يعني على الشعب العراقي فان هذا الفشل اللي قاعد يصير عندهم والانهيار قاعد يصير عندهم فما يقدرون يعني يسوون شيء زين لكن هم كل هدفهم تكتيم الافواه وقتل الشعب العراقي اي سواء اذا كان ناقشوب سواء اذا كان اعلامي سواء اذا يعني ناشر يريد ينشر على من ضمن هاي الاحزاب كيف يتعاملون مع الشعب العراقي فهذا راح يقمع وما يقدر يسوي لانه ما عندهم فكره انه وطنيه او روح وطن للقاد العراقي هم جايين من اجل تدمير الشعب العراقي وسرقه امواله وممتلكاته لكن الشعب اللي صار 14 سنه من قاعد بيعطي فهذا يعتبرون الشيء عدو له يعني ما يصرف لهم لازم ان يكون يمجد بهم ويقول لهم هذول خلصونا من داعش وخلصونا من امور هوايه فلازم يمجد بهم فما ممكن يعني احنا على هذا الظلم اللي قاعد نشوفه نمجد به من خلال قناتكم يعني المشرفه تنقل اخبار الناس ووضع الناس هموم الناس احنا ما عندنا فد شيء مفرح للشعب العراقي ما عندنا فد اي دور طلع من زين عندهم على مود انه هاي قناتكم مثل معاديه لهم وما تحكي بالحقيقه لا بالعكس يخلي لو كون موجود عندهم اشياء زينه امور زينه وضعيه زينه لان احتراماتي لكم قناتكم ما كان نجحت واخذت هذا التفوق من عدد ناس ومن يعني جميع البلدان جميع الدول اللي قاعد تشارك بقناتكم وتحكي الحقيقه وتوصل حقيقه للمواطن العراقي وكافه العالم يعني العالم كله يبي وضع العراق منو اللي مسيطر عليه ومنو قاعد اللي بيأذي بيه ومنو قاعد يعني سيد ابو عمر العراقيين اليوم بالشوارع لما يتظاهرون يقولون احنا جابرنا ننزل بالشارع اليوم لولا المعاناة لولا الفقر لولا الظلم اللي دنعيش به في هذا البلد صار لنا 18 سنة احنا ايضا شنو الجابرنا ان احنا نلفق على السلطة او نتهم هذه السلطة بالباطل اذا فعلا هذا الشيء موجود ليش احنا نتعب نفسنا بنقل الحقيقة الموجودة لو فعلا ماكو شيء مثل ما هم دا يقولون اكيد استاذ محمد يعني احنا ماكو داعي هالشعب اللي يقدم ضحايا وبالتظاهرات في بغداد والمحافظات كلها يعني ما ممكن يقدم 25 الف شهيد 25 الف مصاب وتقريبا زاد العدد يعني معقول العراق خالي من المشاكل وبلد يعيش حياه ورديه حتى الناس اللي دا تطلع اليوم يتهموهم بالبعثيه والدواعش وكل مؤسسه او قناه فضائيه تطلع يتهموها بنفس الاتهامات يعني اليوم صارت موضوع دواعش وبعثية وصدامية هاي الشماعة اللي تعلق عليها هذه الحكومة وأحزابها وميليشياتها الفشل والأخطاء استاذ محمد بالنسبة هم يعني هذا يعني عيب عليهم والله عيب يعني أكبر عيب من يقولون دواعش أو بعثية طيب أي دواعش يعني مواطن عراقي طالع بعلم ويطالب بحقه أنه متخرج ويريد تعيين وفرص عمل طيب هي وين فرص العمل؟ وين المعامل؟ وين المصانع؟ وين الزراعة؟ لو كان انه هاي موجوده لنكون احنا هذا ناس مخربين وناس معارضين للدوله، لو كانت الامور هاي موجوده اللي عندنا بالعراق لا والله كنا احنا نعيد هاي الحكومه مو سلطه احزابها، بس هي من جاي تقتل وجاي تقمع
وتعرف انه هي نقص عندها، فما ممكن ان نقول احنا عندنا نقص واحنا عندنا فلان عجز واحنا متاخرين. هاي صوت انا اشكرك. شكرا جزيلا سيد ابو عمر من بغداد، وصلت فكرتك. عندنا السيد ابو جاسم من بغداد، تفضل يا ابو جاسم حياك الله. موجود ابو جاسم؟ طيب مشاهدينا، الميثاق الوطني العراقي قال إن استهداف قناة الرافدين يعد استهدافا لجميع مؤسسات الإعلام الوطني العراقي، كما يظهر تأثير هذا الإعلام في إيقاف مشاريع إيران الطائفية. أضاف البيان أن هذا الاستهداف يمثل عدوانا متعمدا بسبب نجاحها في كشف المؤامرات التي أرادت تغييب الشعب العراقي وإخفاء جهوده في الدفاع عن وطنه ضد مشاريع الاحتلال والتقسيم. أشار الميثاق الوطني العراقي إلى أن قناة الرافدين كان لها فضل السبق في دعم ثورة تشرين وشبابها، حتى أصبحت منبرا مهما في تشكيل الوعي الجمعي في العراق، وهو ما أرعب أتباع إيران في العراق وأحزابها وميليشياتها. فعلا نستمر بنقل الأحداث الجارية اليوم في العراق، وثورة تشرين كانت ولا تزال من أولوياتنا في تغطية أحداثها ونقل حقيقة ما يحدث للمتظاهرين في العراق. خلونا نروح إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود. السادة المتابعين الكرام، نعلمكم بأن موقع قناة الرافدين على الإنترنت وحسابي القناة على تويتر وإنستغرام تم تهكيرهما من قبل ذيول إيران، فالرجاء عدم التعامل معها وعدم الاستجابة لأي طلب يأتيكم من إيميل الموقع المخترق الذي هو info@arrafidain.org. والحسابات التي تم اختراقها ويجب عدم التعامل معها هي حساب تويتر، حساب انستغرام، موقع القناة على الانترنت. وكذلك يرجى من المتابعين الكرام متابعة أخبارنا ومنشوراتنا على كل من حساب تويتر البديل المؤقت، وصفحة القناة على الفيسبوك، وحساب القناة على تيليجرام. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. نستمر بحديثنا في حلقتنا من منبر الرافدين لهذا الأسبوع عن محاولات السلطة، أحزاب وأذرع إيران في العراق والميليشيات طبعا بإسكات أصوات العراقيين، وكل من يقول كلمة الحق اليوم في العراق هو مستهدف من قبل هذه الجهات. قناة الرافدين كما تابعتم تعرض موقعها الرسمي وحسابي تويتر وحسابات تويتر وإنستغرام على الانترنت للاختراق من قبل مجموعة من القراصنة الإلكترونيين. طبعا حنتكلم بعد شوية عن الجهة التي روجت لهم بشكل كبير، نشرت هذا الموضوع على نطاق واسع، وهذه الجهة طبعا حنذكرها بعد شوية، وأيضا شنو الأبعاد. أبو عبيدة من الموصل تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك فيه؟ الله يسلمك حياك الله أخي. أنت الصباح حدث صحيح من هذه الناس اللي تدخل على قناتكم، يعني قناة أصيلة وشريفة وتنقل الحدث بأخبار دقيقة. نعم. هذول ما يحبون الحقيقة. ما يحبون الحقيقة، أن الحقيقة يكرهوها. هذه الميليشيات والإيران وغيرها اللي قاعد تدخل إنه تخترق هذا الشيء. بعد هذول هو أحد يتجنب منها. يا أخي شحكي لك وليش قطع لنا الحق شيطان أخرس حيشاك. نعم. سألت قبل شوية يا سيد أبو عبيد أحد الأخوة المتصلين، قلت له ليش ما تستفيد السلطة إذا فعلا شعارات مصطفى الكاظم هي الاتجاه بالبلد نحو الازدهار، نحو التنمية، نحو الاستقرار،
لماذا لا يستفيد من واجهات إعلامية ومنصات تنقل المعاناة الموجودة والمشاكل الحاصلة يوميا حتى يعدل ويصحح من أخطاء حكومته ويحاول أن يعالج المشاكل الموجودة؟ لماذا لا يستفيدون من ما يعرض لتصحيح الأوضاع؟ ليش يسمحون بأن يهاجم كل من يعبر عن رأيه اليوم في العراق؟ أستاذ العزيز، هذا الأحزاب ما طالما وراه ما يقدر يشتغل، واللي يشتغل بصورة صحيحة ما حد يريده. نعم، ما حد يريده. فهمت الحق مذول عندهم. والله احنا بالنسبة للشعب العراقي نعم الأصيل ويحكي كلمة الحق لا يخاف. نعم، أما حق صبر للكل، كان الفقير وإذا كان الغني وإذا كان مهما كان لازم تحكي كلمة الحق. نعم، ويسكت عن حق الحق ما في شيطان خلاص. نعم، أنت شوف الشغلات اللي يسوونها بلاوي يا أخي، بلاوي والله. نعم، بارك الله بكم. شكرا جزيلا سيد أبو عبيدة من مدينة الموصل. الجهة اللي روجت لي هؤلاء القراصنة الإلكترونيين أو الهكرية مثل ما يقال على المستوى المحلي، صفحة اسمها صابرين نيوز. صابرين نيوز هي صفحة إعلامية من صفحات تابعة للحشد الشعبي، هذه الميليشيات اليوم الموجودة في العراق، هي التي روجت بشكل كبير لعملية الاختراق، روجت على نطاق واسع وتابعت طبعا كل ما يتم من تحريف على المنصات الإلكترونية لقناة الرافدين. بالإضافة إلى ذلك، من قاموا بقرصنة الموقع على تويتر قاموا بإضافة هذه أو بمتابعة هذه الصفحة صابرين نيوز دون غيرها. هذه صفحة معروف عنها بأنها من الأوجه الإعلامية أو الإلكترونية للحشد الشعبي لهذه الميليشيات. ونربط هنا مشاهدينا الكرام بالجهات التي تقف خلف هؤلاء الذين يحاولون الاختراق ويستمرون طبعا باختراقهم أو محاولات اختراقهم لمواقعنا الإلكترونية، مواقع قناة الرافدين إن كانت الموقع الرسمي أو الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة، تزييف للحقائق. لو كان هناك دليل فعلي على ما يقولونه لنشروه، لكن كلها افتراءات وأخبار حقيقة لا تستند إلى مصدر حتى فيما ينشروه. بالإضافة طبعا، وهنا نقطة مهمة، ينشرون صور لزعماء الميليشيات قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومحاولة تعظيمهم وتمجيدهم. ما الذي قدمه للعراقيين؟ ما الذي قدمه قاسم سليماني الإيراني المصنف إرهابي دولي، هو وأبو مهدي المهندس، ما الذي قدمه للعراقيين غير الدم والدمار؟ هل نجح أبو مهدي المهندس أو قاسم سليماني في بناء شارع، في بناء مدرسة، في تعمير المستشفى، في إصلاح الوضع اليوم المتأزم بالعراق بالنسبة لقطاع الكهرباء، في إعطاء العراقيين حقهم من النفط الذي ينهب يوميا أمام عيونهم وهم لا يستطيعون أن يأخذوا منه دينارا واحدا؟ هل استطاع أن يوقف معاناة المعتقلين والسجناء اليوم الموجودين والسجينات الموجودين في سجون الميليشيات والسلطة؟ هل دافع أبو مهدي المهندس الذي كان يقول بأنا عراقي، هل دافع عن العراقيين الذين تعرضوا لانتهاكات وإعدامات ميدانية في المناطق التي دخلها هو وقاسم سليماني؟ هذه هي الجهات التي قامت بالاختراق مشاهدينا الكرام، هذه هي الجهات التي تحاول تشويه صورة القناة بنفس الطريقة المبتذلة، بمحاولة التسقيط ومحاولة السب والقذف ومحاولة التشهير بشكل لا يستند إلى حقيقة أو واقع. هذه القناة لها أرشيف موجود على اليوتيوب وموجود أخبارها، والموقع الذي تم قرصنته فيه الكثير من الأخبار السابقة التي عرضناها، كلها موثقة وكلها تعتمد على مصادر وتستند على مصادر في نقلها. وكل ما يريد المشاهد أن يتابعه ويعود بالأرشيف، أرشيف القناة هو موجود على تويتر. نعمل بشكل واضح وبشكل مكشوف، لا نحتاج إلى إخفاء حقيقة أو إخفاء معلومة عن الجميع، فنحن مؤسسة إعلامية هدفنا نقل ما نراه اليوم في الشارع وما يقوله المواطن العراقي اليوم من متصلين، من رسائل، من الأصوات التي تنقل لنا عن طريق التصوير في الشوارع في العراق، ننقلها لحضراتكم مثلما تأتي لنا بدون تحريف وبدون تزييف للمشهد الموجود اليوم في العراق. من عدنا؟
السيد سلام من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية لقناتكم ولجهودكم المستمرة في قول الحق وفي نشر الكلمة الصادقة اللي نفتقدها في هذا الوضع المأساوي اللي نعيشه الصراحة. نعم. الصراحة يعني قناتكم وصوت من الأصوات اللي دائما تنادي بالمطالب ودائما تقف مع المناطق في هذه المطالب. نعم. وهي كما حتى حال الكثير من الناشطين اللي ينادوا بالمطالب والمحتجين وغيرهم وكل الوطنيين دائما. نعم. يطالب بالحقوق ويتكلم على الفارسي ويتكلم على المنظومة الفاسدة، دائما يتعرض لهكذا أفعال، يتعرض للتهديد، يتعرض لشتى أنواع الأشكال العنف، ومن ضمنها أيضا العنف حتى صار من الناحية الإعلامية. نعم. المواقع الإلكترونية، الجيش الإلكتروني، الآن السلطة الفاسدين اللي فيها عندهم جيوش إلكترونية يجندوها. شوفوا القلاقات الكاذبة، التهكيرات، الصفحات الوهمية، هاي كلها عملها ضد هذه الأصوات. سيد سلام، كما أبلغني الزميل في قسم الاتصالات أنك ناشط في ثورة تشرين، كيف تابعت يعني موقف تابعت موقف قناة الرافدين مع ثورة تشرين؟ بالحقيقة يعني تابعناها، شفنا دائما القناة تنقل الأصوات، دائما تسوي لقاءات مع المتظاهرين، لقاءات مع الناشطين، توصل أصواتهم من خلال البرامج اللي تطرحها وكذلك نشاطاتهم أيضا. يعني هذا شيء ما ينكر، هي أحسن قنوات اللي دائما يعني وقفت بصراحة مع المتظاهرين، وقفت ضد كل الفاسدين سواء كان بالمنظومة السياسية، وقفت ضدهم بأصواتهم، أصوات القناة أو أصوات المتظاهرين اللي تنقلها من خلال القناة. فإحنا بالتأكيد يعني أي عمل يستهدف هذه القناة إحنا سيد سلام، مو المفروض اليوم يكون دور القنوات الحكومية اللي تأخذ راتب من خزينة الدولة اللي تابعة للوزارات الرسمية، مو المفروض اليوم دورها يكون دور أقوى حتى من قناة الرافدين بنقل الحقيقة الموجودة بالشارع؟ ليش منشوفهم اليوم يؤدون دورهم الإعلامي بالشكل الصحيح؟ ليش نشوف اليوم عشرات القنوات في العراق تنقل وقت القتل في الشوارع تنقل أغاني، وقت سفك الدماء تنقل برامج طبخ؟ ليش منشوف الحقيقة اليوم على شاشات هذه القنوات؟ لأنهم بصراحة المسؤولين على هذه القناة يأخذون رواتبهم من الدولة، ومعظمهم جاءوا كقيادين في هذه القناة، جاءوا أيضا ضمن منظومة المحافظة ومن ضمن منظومة هذه فساد هذه الأحزاب. نعم. وبالتالي هم يخافون على مواقعهم وعلى مناصبهم الرسمية، لذلك ما يتكلمون بالحقيقة، لأنه يحتفظون يعني يريدون يكونون صوت للحكومة أكثر مما هو صوت للشعب. للأسف الشديد الرواتب والامتيازات اللي يحصلون عليها تخليهم مع الفرقة وليسوا مع الشعب، يعني مع الأسف أنه هذه القناة من أموال الشعب ورواتبهم من ثروات هذا البلد، لكنهم ما صراحة ما يوقفون، مو دائما يكونون وقفهم طيب. ضد الفاسد، لأنه يعني الفاسد هو ضمن هذه المنظومة السياسية، وبالتالي راح يعرضهم خوفا على مناصبهم. نشوفهم للأسف الشديد قنوات الرسمية دائما تكون قنوات السلطة، قنوات الحكومة، وقنوات اللي تتكلم عن. أنا أشكرك سيد سلام من بغداد، وصلت فكرتك، شكرا للمشاركة. عندنا سيد شكر من بغداد، تفضل، حياك الله. سيد شكر لو سمحت نصي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف فقط. نصي التلفزيون بابا، نصي أوكي، تفضل، حياك الله حبيبي. تحية وتقوى. الله يسلمك. أنا ما عندي حبيبي أي مساءلة، ما عندي، بس مجرد أنت بدو أروح لك. أنت لا 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 المطي رأسه يكبر من يقولون هوش. أي فأنت تمدحني بهذا الطرطور ابن الطرطور اللي قتيل على أيدي الأمريكان، وهو سيد شكر، منهم سيد شكر. وحميلهم. بس اسمح لي،
حبيبي اسمح لي بدون تجاوزات لو سمحت، تفضل اعطي رايك بس اسمح لي اسمح لي سيد شكر حتى اعطيك الوقت اعطيك الوقت كله بدون الفاظ وتجاوزات ارجوك تفضل. واشكرك ما اتجاوز، احنا مو بنصدر تجاوز نعم، لكن حتى هذا راح انقبر انقبر امريكا جندته وانقبر وراح، انت ليش تتشمت فيه امام العراقيين؟ وين التشمت بالموضوع؟ مهندس وفلان وفلان راحوا راح تسولف لي سولف لي بالشات بتسوي بالعالم شعب. نعم نعم انت ربطت ذكري لابو مهدي المهندس يا سيد شكر. نعم ربطت اني ليش ذكرت ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني؟ لا اني اذا اسمع بس ما اريد لا لا بس حتى اسمح لي بس حتى اوضح لك السبب لذكري لشخصين قد ماتا. اولا موقع قناة الرافدين تعرض للقرصنة، وموقع تويتر صفحة تويتر مال قناة نشروا بس اسمح لي نشروا صور قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، وانا سألت لا سخرت ولا تحكمت ولا تشمتت بالموتى، انا قلت ليش ايش قدموا للعراقيين حتى يتمجدوا؟ لا العبوا ما تشمت مو انا اتشمت بقتل الذولة الى يوم القيامة يا معود. هذا رايك ما جيب اسواهم. نعم اي نعم ما جيب اسواهم يا اخي عدل على كل حال، انا لان انت رجل اعلامي وانا رجل اقتصادي. طيب انت رايك بالمحاولات، انا اريد اسمع رايك بالمحاولات لاسكات كل صوت اليوم بالعراق، مو القناه بس، كل عراقي اليوم ينتقد هو مهدد، ليش؟ طبعا اخي العراق انتهى، العراق انضاع حبيبي. نعم فدوا روح لك ماكو عراق، ظلوا ذولا الثوار ويوم احنا ندفع دماء في دول هالوجه، وقال سليماني وقال ما على ابو سليماني. سيد على كل حال صدامك سيد شكر، انا اشكرك شكرا جزيلا. يعني ارجو انه نتمالك دائما اعصابنا بالحديث، لغه او الالفاظ النابيه، التجاوز السب والقذف والشتائم هو امر غير لائق حقيقه و لا يليق بمتابعينا ولا بمشاهدينا ولا بمتصلينا. نرجو دائما الحفاظ على الأعصاب وتمالك الأعصاب حتى لا نخرج عن النص ونحول هذا المنبر إلى مكان للشتائم. لك رأيك طبعا، لك رأيك فيما تفضلت به، ولك رأيك في أي شخص أو شخصية أنت تشوفها. الموضوع أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني هي الجهات اللي قامت بقرصنة موقع القناة في تويتر، وقامت بوضع صورتهما كخلفية للحساب المخترق، ويعني ناس تمجد وتعظم بهذين الشخصين. وإحنا نسأل إيش قدموا للعراق، إيش قدموا للعراقيين، شو من لما وصلوا إلى أن راحوا، يعني حتى لما قتلوا أو قتلا ناس نزلت بالشوارع الفجر تحتفل. فهذا القصد بالنسبة للجهات التي قرصنت، ليش ما يتحاورون بعقلانية اللي اليوم دي كممون أفواه الناس؟ ليش ما يحاججون الآخرين بالدليل والبرهان؟ ليش الموضوع كله عبارة عن تشويه صور ومحاولات بث السموم والأخبار الكاذبة في كل مكان، إن كان في موقع القناة المخترق، صفحة تويتر، أو حتى في الشوارع اليوم، أو حتى من منابرهم الإعلامية أو من المنصات الإلكترونية؟ دائما أخبار غير صحيحة، دائما أخبار لا تستند إلى واقع. اليوم المواطن العراقي يعاني من أزمة اقتصادية، يعاني من انهيار أمني، يعاني من مشاكل صحية كثيرة بسبب فيروس كورونا وقبل قدوم فيروس كورونا، يعاني من مشاكل في التعليم. العراق خارج تصنيف التعليم بالنسبة لمؤتمر دافوس الذي يقيم جودة التعليم حول العالم، العراق خارج هذا التصنيف. العراق بلد به مليارات، وأنفق 81 مليار دولار كما تقول الحكومة على قطاع الكهرباء، ويفتقد للكهرباء. اليوم المواطن العراقي وأزمة كورونا فضحت المستشفيات، خرجت تقارير دولية وتقرير نشرته الواشنطن بوست الأمريكية صحيفة، قالت بأن المستشفيات في أو نيويورك تايمز قالت بأن المستشفيات في العراق أصبحت موبوءة، أصبحت
ناقلة للوباء، مستشفيات اللي هي وظيفتها أنه هي تعالج الناس من الأمراض، اليوم لا طرق سليمة وصحيحة للسير عليها، لا مدارس، العراق به أكثر من 1000 مدرسة طينية ولا يزال. طيب عندنا معتقلين، عندنا اليوم 1.5 مليون عراقي مهجر في الخيام خارج مناطقهم من المحافظات المنكوبة التي جرت بها عمليات عسكرية، لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم، والحكومة تستمر بغلق مخيمات النازحين ورميهم في العراء، لا أهلت لهم منازل، لا أهلت لهم مساكن. اليوم حتى نشوف بالموازنة أرقام مخجلة المخصصة للأرقام، المبالغ المالية المخصصة للمحافظات المنكوبة، في وقت نرى محافظات من الناحية العمرانية سليمة لكن فيها طبعا مشاكل كثيرة من فقر وبطالة، لكن خصص لها مبالغ أضعاف ما خصص لمحافظات مدمرة، نسبة دمار وصلت في الموصل القديمة أكثر من 90%، وهذا طبعا بأرقام الدولة. اليوم احنا عندنا أرامل، اليوم عندنا مطلقات، اليوم عندنا فقراء، اليوم عندنا أيتام، كل هذه ملفات لما نتحدث بها ينتقدونه، تحاولون تشوهون صورة العراق الجميل، العراق المزدهر. حتى للأسف يعني خارج العراق ينظر إلى العراق بأنه بلد مستقر، بلد آمن، بدولة رصينة ستفعل وستقوم. يعني بعض الجهات المحيطة بنا تروج بالفترة القريبة الماضية، لأنه مصطفى الكاظمي رجل حازم، رجل سيبني العراق، رجل سيعمل. طيب صار لمن شهر 5 2020 إلى اليوم، حيتم سنة كاملة، قرب من أنه يتم سنة كاملة، ما الذي قدمه للعراقيين؟ عندنا اتصال. طيب سريعا بس نقول أنه خلال عام 2020 وثقت المنظمات الحقوقية 305 حالات انتهاكات ضد صحفيين خلال عام 2020، 4 اغتيالات واعتقال 74 صحفي خلال 2020. القوات الحكومية اعتدت على 167 صحفي في العراق خلال 2020. مرصد الحريات الصحفية يؤكد مقتل 277 صحفي عراقي وأجنبي في العراق منذ عام 2003. مختصون طبعا يؤكدون غياب قانون لحماية الصحفيين ولحماية حرية التعبير في العراق. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.